عن الموسيقى والأغنية الجديدة في مصر. في سنوات السبعينيات وحتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي ظهرت على الساحة الغنائية في مصر ظاهرة أطلق عليها اسم الأغنية الشبابية. مع المبدع الكبير صانع النجوم هاني شنودة. كنا بنلبس جلاليب عشان نأكد الهوية بتاعتنا الهوية المصرية. ماذا وجدت في محمد منير؟ هيبقى مطرب الشباب، يعني دفعت كثيرين إلى الأمام. عمرو دياب الهضبة. اشتغلت بقى كده مع عدوية. عدوية ده ناي بشري، ذوق شباب كلم على السبعينات والثمانينات مثلا اختلف عن ذوق شباب الحالي. هم هيشوفوا صح واحنا هنشوفه غلط. الأديب الكبير نجيب محفوظ هو أثر في حياتك وفي توجهاتك. قال لي كلمة: لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام. المبدعون يتكلمون في حديث العرب من مصر الخميس السابع مساء على قناة مصر الأولى.